وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من باريس الدكتور رياض درقاوي، اختصاصي الطب المخبري واستشاري المناعة. دكتور رياض، ما هو المشهد الصحي الآن في ظل كورونا ومتحوراتها؟ مرحبا، شكرا لاستضافتكم. في الحقيقة غير وصول متحور أوميكرون النظرة الطبية إلى حد ما والصحية للبلد وللقيادات السلطات الصحية حول الوباء وحول كيف نتعامل مع هذا الوباء. لماذا؟ لأن أوميكرون لا نستطيع إيقاف انتشاره مهما فعلنا إلا أن نعمل حظر كامل وإيقاف للاقتصاد ولكل نواحي الحياة، وهذا لم يعد ممكنا يعني في هذه المرحلة بعد سنتين من الوباء، وصعب جدا طلب من السكان والناس عمل ذلك. لذلك هم سوف يتعايشون مع الفيروس وبنفس الوقت يحمون السكان، هذا هو الهدف حاليا. لكي يحموا السكان لا شك أنه يجب أن تكون نسبة عالية من الملقحين، وهو ما قد يعني تصبو إليه كل الدول، وهو محقق في عديد من الدول في أوروبا وعبر العالم حاليا. فاللقاح هو الحل الأفضل لحماية الناس، خاصة الكبار في العمر والمعرضين بشكل أكبر، إن كانوا لأنهم بدينين وإن كانوا لأنهم عندهم أمراض مزمنة أخرى مرافقة. إذا إيقاف أوميكرون حاليا غير ممكن، إذا والتعامل معه هو المفروض أن يتم. يبقى هو مرض ينتشر بسهولة عبر التنفس. المتحور أوميكرون أسرع انتشارا حتى من دلتا الذي كان أسرع انتشارا من ألفا الذي كان أسرع انتشارا من السلالة الأصلية. فنحن هنا يعني اقتربنا إلى سرعة انتشار يعني قريبة جدا من الزكام أو من الحصبة عندما كانت تنتشر بسرعة في الماضي. هل الأعراض مختلفة عن ما اعتدناه عن كورونا عند ظهورها في العامين الماضيين؟ لا شك أن الأعراض أخف، ليس بشكل كبير لكنها أخف. عدد الحالات التي يعني تذهب إلى المشفى بعد إصابة الناس أقل بعدة مرات، لا أستطيع تحديد بالضبط كم مرة، من المتحور دلتا، لأن ليس عندنا المعلومات الكافية حتى هذه اللحظة بالنسبة لهذا الموضوع، لكن متأكدون أنه أقل كعدد اللجوء، حالات اللجوء ونسبة اللجوء إلى المستشفى. وفي حالة اللجوء إلى المستشفى ودخول إنسان بسبب إصابته بالأوميكرون والأعراض اضطرته إلى أن يدخل ويحتاج إلى الأكسجين وللعناية في المشفى، فإن احتمال هذا نعرفه الآن حسب الإحصائيات الأخيرة عندنا في فرنسا هو أقل احتمال بثلاث مرات من المتحور دلتا من أن يذهب الإنسان بعد دخول المشفى إلى العناية المشددة. يعني لنفرض دخل الإنسان بسبب أعراض شديدة إلى المشفى، لكن لن يذهب إلى العناية المشددة بثلاث مرات أقل من لو كان معه المتحور دلتا. يبقى أيضا تبقى الإصابة يعني بشكل عام موجودة أكثر في الجزء العلوي من الجهاز التنفسي، قليلا ما تنزل إلى الرئتين لتؤدي إلى ذات رئة أو التهاب رئة. وعدد الأيام التي يقضيها الإنسان في المشفى في حال دخوله كمان هي أقل. إذن بمجمل الموضوع هو الموضوع أفضل، لكن ازدياد عدد الإصابات بشكل هائل. مثلا بفرنسا كنا يعني أكثر من 400 ألف إصابة يومية جديدة خلال عدة أيام، وعلى مستوى إذن الأسبوع دخل إلى المشفى كل يوم حوالي 2400 شخص جديد. طبعا زادت في هناك من يخرج من المشفى بطبيعة الحال، ولكن هذا يعني أنه يجب الحذر مع ذلك، يجب دائما الالتزام بالإجراءات الاحترازية. إذن هو الانتشار الأكبر والخطورة الأقل. عفوا، الانتشار الأكبر والخطورة الأقل. تماما. نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور رياض درقاوي، اختصاصي الطب المخبري واستشاري أمراض المناعة.